هنالك كلمة تؤثر عن الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت، يقول فيها أن الفلسفة تميزنا عن الأقوام المتوحشة. يقصد ديكارت حاصل الفكرة التي يطرحها أن الفلسفة حينما تنمو وتنشأ في مجتمع وتبدأ بالتمدد فيه ويدخل ذلك الواقع والمجتمع بالأفكار والمفاهيم والمقتنيات الفلسفية، فإن الفلسفة تأخذ حيزا من ذلك الواقع. أخذها لذلك الحيز يقل من نوبات اليأس، من نوبات التطرف، من العصبيات، من التحيز، فالفلسفة حينما تنشأ في مجتمع ويكثر تداولها تقضم من ذلك المجتمع كل ما هو سلبي على مستوى التطرف بالأفكار والتطرف بالممارسة، على مستوى العصبيات، لأن الأفكار الفلسفية تمتاز بأنها أفكار منفتحة على الآخر، تتقبل الآخر، فيها من المرونة ما يمكن الفكرة الفلسفية من قبول الفكرة المضادة، من الاعتراف بالآخر وعدم إلغاء ذلك الآخر. فتأكيدنا على الفلسفة سواء كان في المجال الأكاديمي أو في المجال خارج الأسوار الأكاديمية، الفلسفة الشعبية في المجتمع العمومي، يأتي الاهتمام بها من هذا الجانب، في إنها تزيل وتقور وتقلص من نوبات التطرف والأفكار المتعصبة والأفكار المتزمتة، وتنفتح على الآخر لتتقبله بكل ما فيه. من ذلك شرحت بعرض مجموعة أفكار في الكتاب الذي هو بين أيدينا الآن، تأملات فلسفية تصب في هذا الجانب، صبحك الله خير، في كيف إن الفلسفة تدخل الواقع بتلك المفاهيم التي تنتج لنا نموذجا من النظام، سواء كان سياسي أو نظاما اجتماعيا. كيف نقرأ الفلسفة قراءة تختلف عن القراءات السائدة؟ فمثلا أوردت في الكتاب مجموعة مفاهيم، لعل الأيديولوجيا أولها، الخطاب الفلسفي ثانيها، الفلسفة الأكاديمية والشعبية ثالثها. هنالك لغط سائد حول هذه المفاهيم. فمثلا الأيديولوجيا، حينما نسمع الكلمة مباشرة يتبادر إلى أذهاننا حراك مربك عن هذا المصطلح وعن هذا المفهوم، يختلج أفكارنا أن الأيديولوجيا هي وعي زائف، هي صورة معكوسة للواقع الصحيح، صورة معكوسة للحقيقة. ولكن لو أصلنا المفهوم سوف نجد أن هذا الوعي بالأيديولوجيا هو وعي مفتعل، وعي مؤدلج، هو ذاته وعي مؤدلج، أو جرت عليه الأدلجة. في الحديث عن الأيديولوجيا باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، الأيديولوجيا هي مصطلح يوناني، هو مصطلح من كلمتين، مكون من كلمتين، ويعني علم الأفكار. حينما يقال أيديولوجيا ففي اللغة اليونانية يعني علم الأفكار. أول من استخدم المصطلح الفيلسوف الاقتصادي الفرنسي ديتراسي في القرن الثامن عشر، وقصد به هو نظام الأفكار وتوجيه الأفكار توجيها صحيحا بما يتناسب والمجتمع والواقع الذي يعيش فيه، وكيف إنه يشترح مجموعة من النظم والأفكار التي تنظم المجتمع وتنظم عملية المفهمة. إذن ما الذي جرى على الأيديولوجيا ليفهم المفهوم بشكل سلبي؟ ماذا حصل؟ الذي جرى أن نابليون بونابرت وبعد تسلمه السلطة وخاب ظن الفرنسيين مثقفيهم نخبهم بطريقة وشكل الممارسة للحكم التي مارسها نابليون، وقفوا بالضد منه. هو بالمقابل أطلق عليهم أن هؤلاء مجموعة من الأيديولوجيين الذين يقولون أفكارا لا نفع فيها ولا فائدة منها. حياتهم بدأ المصطلح ينحى منحا سلبيا، جاء ماركس بعد زمن من ذلك وزاد الطين بلة حينما استخدم الأيديولوجيا ووقفها في الوعي السلبي أو الوعي الزائف،
فكان كلما يتطرق الى الايديولوجيا يعرفها بانها وعي زائف عن الحقائق الموجوده بالواقع. هل فعلا ذلك صحيح؟ اكيدا ذلك ليس صحيح، لاننا لو رجعنا الى الجذر لمفهوم الايديولوجيا سوف نجد ان معناها يحول افكار، علم تنظيم الافكار، علم يوظف الافكار بالشكل المناسب والصحيح وبما يتناسب مع الواقع الذي تجيء فيه. ولكن الصناعه الايديولوجيه، نقد الايديولوجيات السائده التي تشكل المنظومه المضاده من المنظومه مثلا الشيوعيه او النازيه او الفاشيه، هي التي ادت الى ان يكون او الى ان يسوق مصطلح الايديولوجيه على انه مصطلح سلبي ياخذ معنى الذنب. الايديولوجيا وهي ترتبط بكتابي الذي كتبته تأملات فلسفيه ارتباطا مباشرا، هي مجموعه من الافكار التي تأخذ صبغة عملية لتنظيم المجتمع وتكون فيها رؤية عن الكون وعن الكائن وعن شكل الممارسة العملية في الواقع. إذن هي مجموعة من التصورات يصنعها نخبة من الفلاسفة أو فيلسوف أو ديني، نص ديني أيديولوجي، لأجل تنظيم الواقع وتنظيم رؤية الإنسان عن ذلك الواقع. الأيديولوجيا لها ثلاثة وظائف، وهذه الثلاثة وظائف هي بحسب التعبير الماركسي أو بحسب المضمون الفهم الماركسي للأيديولوجيا. الوظيفة الأولى أو الاستعمال الأول للأيديولوجيا هي الإخلال بالواقع وتزييفه. فالأيديولوجيا بحسب ماركس هي تعمل على تزييف الواقع وقلبه. فالأيديولوجيا بحسب ماركس هي تعمل على تزييف الواقع وقلب وإعطاء صورة معكوسة عن الحقيقة. الاستعمال الثاني إنها تبرر ذلك الواقع البائس، ذلك الواقع المزيف، عبر مجموعة من المفاهيم ومجموعة من التنظيرات والأفكار التي تقلب الحقيقة كما تقلب الصورة في أداة التصوير القديمة. هذه الصورة الشمسية، الصورة المعكوسة تكون فيها، فتعكس صورة سلبية عن الواقع، وهذا هو الاستعمال الثاني، الاستعمال التبريري للأيديولوجيا. بوريكور يقول هذين الاستعمالين للأيديولوجيا ليستا بالأمر السيء جدا، ممكن تلافيهما. الاستعمال الثالث هو الاستعمال الفادح للأيديولوجيا، حينما تدمج الأيديولوجيا في الواقع عبر مجموعة من الممارسات التي تجعل الأيديولوجيا بفهمها السلبي، بفهمها المعكوس، تعبر عن الواقع وعن محتوى المجتمع الذي يوجد في ذلك الواقع، عبر مجموعة من الطقوس، من الاحتفاءات الاحتشادية، من الممارسات الشعبوية العامة، الخطاب الشعبوي العام. فتكون الأيديولوجيا من هذه الناحية وعيا زائفا بحسب التصور الماركسي، ولكن بحسب التصور اللغوي والاشتقاقي والعام الأيديولوجيا هي لا شيء فيها من السوء. هي علم الأفكار وعلم ينظم الأفكار ومجموعة من القواعد والاستنتاجات، القواعد والاستنتاجات المنطقية التي تنظم المفهوم الإنساني. ما علاقة الأيديولوجيا بكتاب تأملات فلسفية؟ أنا أقترح أنه هل بالإمكان أن نوجد فلسفة جديدة تكون أيديولوجيا عالمية؟ ومعلوم أن الأيديولوجيا تختلف عن الفلسفة في أن الأيديولوجيا هي وعي مؤقت له بداية ونهاية، وعي مغلق، بينما الفلسفة هي وعي منفتح على الآخر يتقبل كل الأفكار المضادة والمؤالفة. الأيديولوجيا هي أفكار فلسفية أساسا، ولكنها أفكار صنعت لها نهاية وصنع لها إطار يؤطرها، بينما الفلسفة وعي كلي، وعي منفتح على الآخر. ما أريده هو هل بالإمكان أن نطلع بصناعة مجموعة من المفاهيم الفلسفية تحت عنوان أيديولوجي تصلح لأن تكون نموذجا سياسيا أو نموذجا اجتماعيا يؤثر العالم؟ الإمكانية الواقعية قالت بالإيجاب، نجد هناك أيديولوجيات دينية حكمت بشكل واسع، نجد أيديولوجيات سياسية حكمت مثل الأيديولوجيا الشيوعية مثلا، حكمت أكثر من 40 دولة، الاتحاد السوفيتي. ولكن أجترح ذلك ليس من فراغ، نحتاج إلى عدة دعامات تتقعد عليها هذه الفكرة.
نحتاج إلى ديننا يتقبل الدين المختلف ويتقبل الأفكار المختلفة، فيه من المرونة ما يمكن من قبول الآخر وعدم إلغائه. لأننا إذا قلنا بوجود دين وهذه هي الدعامة الأولى منغلق لا يتقبل الآخر، إذن أصبحت هذه الأيديولوجية مغلقة ومغطرة كما هو الفهم السلبي السائد للأيديولوجية. نحتاج إلى قوانين أخلاقية عقلانية عامة تحكم المنظومة الأيديولوجية الجديدة، مجموعة من الأسس الأخلاقية يحسنها العقل، القبيح فيها ما يقبحه العقل والحسن فيها ما يحسنه العقل، تقوم على قاعدة أخلاقية. وأيضا نحتاج إلى قانون أخلاقي يحكم الإنسان أن يتم التعامل مع الآخر المختلف والمؤتلف أيضا ضمن قوانين حقوق الإنسان أو علوم الإنسانية. هذا هو المحور الأول أو الفصل الأول من الكتاب. الثاني، هذه الأيديولوجيا حينما تسوق إلى الآخر هي خطاب، هي طريقة أحاول من خلالها مفهمة أفكاري إلى الآخر. معلوم عند ذوي الاختصاص أكيد الاختصاص ماذا لغوي أن الخطاب هو القول أو الكلام الذي يراد منه إفهام الآخر بشيء ما، بمعنى من المعاني بدلالة من الدلالات. الفصل الأول من الكتاب. الثاني، هذه الأيديولوجيا حينما تسوق إلى الآخر هي خطاب، هي طريقة أحاول من خلالها مفهمة أفكاري إلى الآخر. معلوم عند ذوي الاختصاص أكيد الاختصاص ماذا لغوي أن الخطاب هو القول أو الكلام الذي يراد منه إفهام الآخر بشيء ما، بمعنى من المعاني بدلالة من الدلالات. أما الخطاب الذي أقصده الآن هو ليس الخطاب اللغوي، بل هو طريقة عقلية ومجموعة من التصورات والنشاط، هي مشروع. الخطاب هنا مشروع يقدم إلى الآخر لأجل ضمه ضمن نسق فلسفي هو الذي أسميناه بالأيديولوجيا. هذا الخطاب الفلسفي الأيديولوجي الجديد هو ما نصطلح عليه بالفلسفة الجديدة. كيف نسوق هذا الخطاب؟ كيف نقدم هذا الخطاب؟ نسمع هنالك أنواع مختلفة من الخطاب. مثلا محمد عبد الجابري يتحدث عن الخطاب اللغوي، عن الخطاب الفلسفي، عن الخطاب الكلاسيكي، عن الخطاب الإسلامي، الخطاب القومي. حسن حنفي يتحدث عن الخطاب النضالي، الخطاب الإسلامي الكلاسيكي، الخطاب الاستشراقي. ما أقصده هو كيف نسوق الأيديولوجيا إلى العامة وإلى النخبة. أنا